السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفات المدرسة الإسلامية. وصفة اليوم هي عبارة عن الدجاج بالكاري. كيف تطبق؟ يقلب البصل والثوم والبهارات الملح والفلفل والخرقوم والاسكنجبير وبهارات الكاري، ثم تضع الدجاج وتقلب مع بعضها البعض حتى يطاب، يضاف إليها الماء، ثم تترك حتى تطهى وتصبح مثل هذه الطريقة، وتقدم مع الخبز النان. الطبخة طبعا يترك، لا تكونش الخليط الماء كثيرا جدا لتكون متماسك، وتترك حتى تطبخ. يقدم كما قلت مع الخبز النان، خبز الباكستاني. وهذه طبعا الصور التي توضح كيفية قدمت. لقد كان طعمها طيبا، مذاق لذيذ، أكلتها وكانت شهية جدا، وكنت أتمنى أن تأكلها معي فوضعتها لكم حتى تروها. وهذه كانت الطبق تبعي مع الخبز وكأس من الشاي والحليب. أتمنى قد نالت أعجابكم هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى وصفات أخرى جديدة.